تفسيرك ايه لخروجها اذا كانت منعدمة الدقة او الصحة؟ والله هو ممكن البعض لاحظ ان هو محمد شريف الفترة الأخيرة كان قاعد بقاله ماتشين بينزل يشارك من الاحتياطي، ولكن ده طبقا لقرارات المدرب اللي احنا بنحترمها، وفي نفس الوقت ان المدرب هو اللي مختار محمد، هو اللي أصر على محمد من سنتين وهو مصر على محمد. ولكن طبيعي المدرب ليه وجهة نظر تحترم، وهو بيفضل الفترة دي لأنه هو بيلعب بخطة دفاعية بحتة ما بتساعدش محمد على التسجيل. فمن هنا يعني وجب الناس الحديث عن ربطت، وانا بسمعك الحقيقه بشكل واضح، الناس ربطت ما بين الاخبار اللي منتشره دي مع ارقام محمد شريف اللي انا سمعت يعتبر تفسيرك ليها انه راجل بيلعب بخطه دفاعيه، ارقامه في 25 مباراه ان هي لم تكن مقنعه بالشكل الكامل. انت بتشوف ازاي النقطه دي على مستوى ما بيقدمه لاعب كبير على مستوى الهجوم زي محمد شريف؟ محمد هو فعلا بقاله فترة أو ما بي ما بي مش مش بيسجل، ولكن من فترة المدرب طلع في أحد المؤتمرات الصحفية واتكلم عن الموضوع ده، إن هو مش بيطلب من محمد، بيطلب من محمد أدوار مش إن هي تسجيل قد ما هي دفاعية. حتى لو أنت تلاحظ أو السادة المشاهدين المتابعين يلاحظوا ان فرقه الخليج مش معدل التهديف بتاعها معدل عالي، انما هي فرقه بتعتمد بشكل اكبر على الدفاع. فمحمد زي ما انت فاهم اقل مواسمه مع النادي الاهلي كان مسجل فيها 14 هدف. السنه دي محمد عمل من وجهه يعني من وجهه نظرنا ونظر المدرب ان محمد مقدم سيزون طيب، بالاخص ان هو جايب مشارك في حوالي 12 نقطه للفريق، وده معدل كويس تباعا للسنه اللي فاتت ما كانش في عدد النقاط اللي احرزها نادي الخليج السنه دي. خطه المدرب بتعتمد على ليها كامل الاحترام والتقدير على الدفاع، وبتطلب من محمد ان هو اكثر دفاعيا اكثر من التسجيل. يعني كان في احد المؤتمرات الصحفيه المدرب بيتكلم فيها بكل صراحة وبشفافية ان هو بيطلب من محمد التحرك دايما، بيطلب من محمد التحرك داخل منطقة الجزاء بحيث ان هو وبيرجع يدافع بحيث ان هو يحقق الأهداف المطلوبة اللي تمام. بيطلبها منه المدرب. وهل ده بالنسبة لمحمد شريف يعني صعب شويه، فده اللي ادى الى تراجعه عن مستوى المشاركه من الاساسي الى الاحتياطي؟ يمكن الماتش اللي فات قدام الاخدود شارك زي ما انت قلت في اخر دقيقتين، هو بشكل عام الفريق مسجل 28 جول الموسم ده، لكن هل فكره البحث عن الدفاع بتودي المشاركه الاساسيه للاعب اخر مش محمد شريف؟ والله هو زي ما انت يمكن الناس اللي يعرفوه عن محمد ان محمد بيمتاز ان هو راجل يعني ذو حس تهديفي كبير. حتى اخر ارقامه مع النادي الاهلي في حاله ان هو ما كانش، دي كان من اقل مواسمه مع النادي الاهلي، ان هو يحرز 14 هدف وكان بيشارك كاحتياطي. الفكره كلها ان المدرب ليه وجهه نظر تحترم في الحاله الدفاعيه، فهي دي ممكن اللي كانت مؤثره شويه على الحاله التهديفيه بالنسبه لمحمد. هل ولكن وجهة النظر دي دفعتكم للاستفسار عن مستقبل محمد شريف أو عن مدى إمكانية التغيير أو الانفصال بأي شكل من الأشكال؟ لا بالعكس، احنا مكملين لغاية آخر يوم في عقده، وبنحترم العقد شريعة المتعاقدين زي ما بيقولوا. محمد مكمل إن شاء الله لآخر دقيقة في عقده، يعني وبتطلع كمان إن هو يعني لسه متبقي حوالي 12 مباراة. مظبوط. ال 12 مباراة ديت فيها حاجات كتيرة ممكن تحصل. مفهوم. فيها ممكن لما يكون نادي الخليج، من وجهة نظري يعني، ان نادي الخليج لما يكون ضامن البقاء بشكل أكبر ممكن المدرب يسمح لمحمد بالهجوم، باللعب الهجومي بتاعه. ولكن الفترة الحالية كل مدرب ليه قناعات مختلفة. مفهوم. بالأخص إن المدرب ده هو اللي مختار محمد من سنتين، وهو اللي كان يعني متمسك عاوز محمد بضمه.
بالظبط. الكلام هنا طبعا على بيدرو ايمانويل المدير الفني لفريق الخليج اللي بيجي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.